أعلنت شركة IPT عن استحقاقها جائزة ريبراند العالمية في مؤتمر تحدث خلاله عضو مجلس إدارة الشركة الفائزة الدكتور توني عيسى والمديرة التنفيذية لشركة تاج براندز السيدة مايا كارانوف. وقال الدكتور عيسى إن تصنيف IPT بين أول 100 شركة في العالم لجوائز ريبراند هو علامة تقدير وتميز وتتويج لحقبة من الجهد والعمل. وتحدث رئيس الجمعية اللبنانية لتراخيص الامتياز الأستاذ شارل عربيد عن انتماء IPT إلى قطاع الشركات النفطية الذي أثبت قدرته على المنافسة من خلال تطوير خدماته ودخوله مجال الفرانشايز بجدارة.